بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه فأنزل الله سكينة
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله.